يعني يا بنتي ما حصلش ايه؟ لا ما حصلش ايه ولا ايه ولا ايه ولا او او ولا او ولا اي حاجه خالص. لا ما طلعش راجل. ودخلت عليها حماتها لا مش عارف بياخد الطلقه قناص البنت عارف لكن هو مش عارف. لو بنتك ترضي حد يعمل فيها كده؟ اهلا بيكم، تعالوا نشوف النهارده درس جميل جدا. صحيح هو درس قاسي، درس عنيف، لكن مهم جدا ان واحد لما بيكون مثلا مش مركز حد يزقه جامد، لما يكون واحد مش حالته طبيعيه حد يكب عليه ميه ساعه عشان نفوق. انا في ساعه مع حنفي بعمل كده، بكون مجهز التلج بحطه على دماغ الواحد عشان يفوق كده ويصحصح معايا. القضية النهارده دي مهمة جدا لكل اب ولكل ام ولكل زوجة. ايه اللي حصل؟ بنتنا فيكتوريا، اسمها جميل والله، فيكتوريا عندها 13 سنة. 13 سنة يعني ايه؟ اولى اعدادي، لسه بتلعب في التراب يعني. ابوها اسمه محمد معتمد، معرفش هي اسمها فيكتوريا ازاي وهو اسمه محمد معتمد ازاي، مش مشكلتنا. هو محمد معتمد ربنا رزقه بنت سماها فيكتوريا، حتى لو سماها اي اسم محدش هيقول له بتعمل ايه، بنته حر فيها، سماها فيكتوريا. فيكتوريا عندها 13 سنة، وصلت لأولى إعدادي، بنت متفوقة بتحب تعليمها جدا، نفسها تبقى مدرسة زي المدرسة اللي بتديها في الفصل، واخدها قدوة وتقول لها يا أبلة أنا هدخل كلية التربية عشان أطلع مدرسة زيك. والمدرسة كانت بتشجعها والبنت كانت فرحانة وحاطة في دماغها إنها تبقى مدرسة زي المس أو زي المدرسة اللي بتديها في المدرسة. لغاية ما في يوم من الأيام أبوها خبط عليها وهي راجعة من المدرسة بقى وفرحانة وبتحل الواجب، قال لها سيبك من الواجب، سيبك من المدارس، مبروك يا فيكتوريا، انت خير يا بابا. قال لها جالك عريس. عريس ايه؟ 13 سنه ونفسها تبقى مدرسه. قالت له يا بابا يعني ايه عروس وعروس يا بابا، انا لسه صغير. قال لا ده واد محترم وواد كويس جدا واهله من ناس كويسين وهتعيش في عز، وسيبك من الدراسه وتمجيج العينيك ونظرك هيضعف واللي اتعلم وعمله ايه، ما انت عندك بنت فلان وبنت فلان وبنت فلان معاهم بكالوريوسات ولسانسات وقاعدين في البيت، ده انت هتغزيهم، هم قاعدين لسه ما حدش قال لهم انتوا فين، وانت اللي عندك 13 سنه هيتجوزك. امه بتقول له او مرته او ام فيكتوريا بتقول له هتجوزها ازاي 13 سنه صغير؟ قال لها ابو العريس يعرف مأذون هنروح له، والنهارده في الليل بعد صلاه المغرب هنروح له انا وهو. فعلا راح عند المأذون قال له هتكتب ازاي؟ ده البنت 13 سنه. قال له انا عندي دفتر اهو للعرف هنكتب فيه ونعمل الفرح في الجامع، ما فيه الناس تبقى شاهده، وده شرع ربنا وعلى ايام الرسول ناس كانت بتتجوز اصغر من كده، ومين اللي اتجوز وعنده 10 سنين و11 سنه؟ احنا ده شرع ربنا، احنا الجواز ايجاب وقبول واشهار، الدفاتر دي احنا اللي عاملينها، الحكومه اللي عاملاها، لكن احنا بينا من بعضينا خلاص هنتجوز زي الشرع ما جاء في الجامع، وتحط ايدك في ايد ابو العريس والعريس ابو العريس يحط ايده في ايد ابو العروسه ونشر ويتجوز والف مبروك، بس هناخد ايصال امانه على العريس لما البنت تكمل 18 سنة يجي يكتب رسمي، وهناخد إيصال على أبو العروسة عشان لما بنته تكمل 18 سنة يجي برضو ما يقولش بنتي، لا ياخد بنتي وتبقى زعلانة ولا بتاع يقول لك لا مش لا. فالراجل مضى هنا ومضى هنا، هنا أبو الواد مضى وأبو البنت مضى والمأذون خد الإيصالات الأمان واتجوزوا فرحوا مية مية، والعروسة لبست فستان الفرح وتم الزفاف، والعريس دخل في بيته، وطبعا الأب كان باني لكل واحد من ولاده شقة، يعني الراجل ومراته في شقة وكل واحد من ولاده واخد شقة وقاعدين فيها مستقلين. الواد طبعا هو التاني عنده 20 سنة صغير، بس كل حاجة فيه صغير، يعني هو صغير ومش قادر يقوم بدوره، يعني ايه يعني ما يعرف، يعني مش هنقول ما بيعرفش، بس هو مش عارف مش قادر، ما عندوش القدرة على ان هو يكون زوج. ففيكتوريا طبعا زي احنا متعودين، وهي مشكلتنا في 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 المقاسي، ان كل ام بتعلم بنتها ازاي تبقى عروسه في اليوم ده، لكن عمرها ما بتعلم بنتها ازاي تخدم جوزها، ازاي تنظف بيتها، ازاي تفرش بيتها، ازاي توكل جوزها، ازاي توفر جو حلو لجوزها، كل ده كماليات. اهم حاجه الام تعلم بنتها ازاي تبقى كويسه على اسري، هو ده اللي يهمها. يا بنتي تعملي كذا وتسمع كلام جوزك هو عز عليه ويقول لك اعملي كذا وقولي حاضر، لكن تقول لها ازاي تعمل جوزها لا، ازاي تخدم جوزك لا، ازاي توكل لجوزك لا، ازاي توفروا له الجو المناسب لحياه كويسه لا، ازاي لما يدخل البيت يلاقيك بشعرك مسرح ولبسه حلو وريحتك حلو، لا 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 ده كلام فاضي. اهم حاجه يوم الجواز يحصل ايه؟ البنت داخله وعارفه هتعمل ايه بالظبط،
عارفه ايه امها قايله لها بالظبط، يعني داخله عارف زي بالظبط كده الجندي اللي بيبقى حاطط تلسكوب كده وبياخد الطلقه قناص، البنت عارف لكن هو مش عارف لان البنت ما بتعملش حاجه، الوقت هو اللي عليه كل حاجه. ما هو الولد بيتولد شايل الهم في كل حاجه. يلا يا عم عطيه اللي هو جوزها، قال لها مش عارف. قالت له ايه؟ قال لها مش عارف. هو ابوك ما قالكش ايه؟ قال لها ما قاليش حاجه ابوي، ما انا امي قال لي كل حاجه. ابتديت الواد بص ما فيش شمال لمين تعمل هي مش عارف ايه يعمل ايه هو ما فيش. قالت له ما جالاش حاجه بكره ولا بعده. استمر الوضع ده شهر اتنين الواد ما فيش خالص. البنت راحت لامها حكت لها، ما اعرفش هل ده صح ولا غلط، هنبقى نتكلم فيه في التعليقات والرد على بعضنا فيه. هل البنت لما تتكلم في حاجه زي كده صح ولا غلط؟ المفروض يعني الاسرار اللي زي دي اصلا تعيب الزوج قوي قوي وتوجعه قوي. طيب هي البنت هتفضل مخبيه لغايه امتى؟ ما احنا عارفين هي البنت تتجوز ليه؟ على اكل ابوها بيوكلها، على الشرب ابوها بيشربها، على النوم عندهم سرير بينام بتنام عليه. اما عشان ايه؟ كلنا عارفين البنت بتتجوز عشان خاطر ايه، وعارفين الولد برضه بيتجوز عشان خاطر ايه، مع الاكل والشرب والنوم والغسيل بيحصل في بيت الاب وبيت الام. لكن الواد بيجوا متجوز عشان حاجه معينه، والبنت بتبقى اكتر منه واعنف منه وبتتمنى اليوم ده من بعد ما تتولد. لكن احيانا الحاجات دي ممكن تخلص بين البنت والولد. يعني لو هي على فكره البلد اسمها برنبال مطوبس كفر الشيخ، بالظبط برنبال، ما اعرفش منطقه صح ولا غلط، برنبال مطوبس، مطوبس زي ناس معانا كفر الشيخ طبعا محافظه معروف، لكن برنبال دي اعتقد ان الاسم صح. طيب راحت قالت لامها، لكن هي لو كانت قعدت مع جوزها كده غلط وانا حرام واحنا بنتجوز عشان خاطر ايه ونفسي اكون عايز اخلف زي كده، ما تحاول تروح لدكتور، ما تحاول تكشف، قال هتفضحيني اروح اقول لابويا اروح لدكتور، ما اخواتي كلهم متجوزين وكلهم مخلفين. قالت له بس انت مش كده، قال طب انا ما اقدرش انا اتكسف. تتكسف؟ قالت له ده مش مكسوف مني، قال لا تستحمليني بكره بعد اكبر. تكبر ايه انت عندك 21 سنه، ده هو ده السن اللي هو يعني انت عارف سن العشرينات ده سن يعني اللي هو كامل اللياقه، كامل اللياقه. صحيح الواحد لما بيكبر في السن بتبقى الخبره بتنفعه، لكن الشباب والقوه بتبقى في العشرينات. طيب البنت الولد ما رضيش يسمع كلام مراته، الولد يروح لدكتور ولا غيره، فالبنت تعمل ايه بقى؟ بنت صغيره 13 سنه ماشيه في ال 14، راحت لامها، يا امي على فكره حصل كذا وكذا وكذا وكذا. انت من ساعتها طب ما حكيتليش ليه؟ قالت لها كسيت يا بنت، انا مش جيت لك في الصباحيه ولا جيت لك فرحانه مبسوطه؟ قالت لي ايوه يا ماما، ما هو انا كنت فرحانه مبسوطه ان انا عروسه. يعني يا بنت ما حصلش ايه؟ لا ما حصلش ايه ولا ايه ولا ايه ولا او ولا او ولا اي حاجه خالص، ما فيش حصلش حاجه خالص. يعني اخر يا بنت عمل ايه؟ قالت بسني من هنا اول عينيه خير ايه هنا اهو بس، يعني كتر خير وراجل تعب والله. طيب الام ما تسكتش، هي والاب بقى راحوا لمين؟ راحوا لابو العريس ابو عطيه والام عطيه، ابنكم كذا وكذا وحرم عليكم وبنتي تقعد الفتره دي كلها مخبين علينا، لما ابنكم عاجز، لما ابنكم كذا، لما ابنكم كذا، لما ابنكم مالوش في الجواز اصلا بيتجوزوه لا، حرام عليكم ضيعتوا مستقبل بنتي. جير الاب بعد المأذون، هات يا عم الايصال الامين بتاعه. ايه يا عم؟ لا ما طلعش راجل، ما طلعش راجل. يضف طبعا الكلام ده لما يتقال في قريه ولا يتقال في مركز دي مصيبه. الاب رايح عند المأذون يقول له هات الايصال اللي انا ماضي عليه ده ما طلعش راجل، فضيحة فضيحة. ودي من الغلطات اللي ارتكبها الأب وارتكبتها الأم، أنه نشروا الخبر. يعني أنا أتذكر مرة وكنت لسه جاي المنيا جديد ومش عايز أحرج حد يعني، لكن دي حصلت فعلا، وكنت لسه يعني قاعد في شقة لوحدي، ودي من الحاجات يعني ربنا يعافي الناس يا رب. لقيت ست بتخبط علي على الباب، أنا قاعد لوحدي في شقة، فالواحد بيبقى حريص جدا على سمعته وعلى منظره قدام حتى واحده ست داخله لي، بس هي ست كبيره في السن، مش عارف كان صاحبها يزعل مني يعني القصه دي، لكن ما علينا هو عزل يعني. فبتخبط على الباب، استاذ حنفي؟ قلت لها ايوه.
قالت لي الشقه اللي فوقيه. قلت لها مالها؟ بتاع الاستاذ فلان الفلاني. قالت لي ما هي بنت العروسه. قلت لها الف مبروك يا حاج، الف مبروك. اموري اموري في حاجه؟ انت توصيني على بنتك؟ قالت لي يسهل، فلان الفلاني صاحبك ما طلعش راجل. ده ايه يا حاج؟ لقيتها لفت على الشارع كله، لفت على الشارع كله بيت بيت بتقول لهم، ما هي خايفه لانها هي طاقتها ما سابتش شقه غير لما خبطت عليها، ده فلان الفلاني مش راجل، ده فلان الفلاني مش راجل، اللي واخد بنتي مش راجل. ايه يا حاج بتعملي ده غلط كده؟ قالت لا يا استاذ مش غلط، ما انا هطلع بنتي، فما ينفعش يتطلع بعد اسبوع ويقولوا ان هي فيها عيب وهو اللي طلعها. لا، لازم الشارع كله يعرف ان بنتي شريفه عفيفه وهو اللي ما عندوش ما بيعرفش. لقيتها والله فعلا هي البنت، لو سابت الواد بعد اسبوع هيقول لك الواد لقى فيها حاجه وراح وداها عند بيت اهله، هتتقال كده على طول، ما حدش هيظن ان العيب فيه. فالام تعمل ايه يا ناري؟ لفت على الشارع كله. اي نعم، جرصه وفضيحه، فرصه جرصه وفضيحه. وخدت البنت فعلا، وسبحان الله هو يتجوز وتخلف بعد كده وهي تتجوز وتخلف بعد كده، هما صبروش. ما علينا، قصه وراحت. نرجع لقصتنا. المأذون قال له لا ما اقدرش اديك الصلاة امان، لما يجي ابو العريس ونقعد مع بعضين. جابوا ابو العريس وابو العروسه. يا عم الشيخ ابنك ماله؟ قال له ابني راجل، هما بيفتروا على ابني، انا ابني زي الفل. المهم في القعده اتعهدوا ان الواد، وسر طبعا يا مأذون واحد يجي هيروح يتعالج وهيبقى زي الفل، نضر الدكتور بس العروسه ترجع لبيت جوزها عشان الفضايل. فعلا اقنع الراجل واقنع مراته ان يرجعوا فيكتوريا لبيت جوزها. رجعت لبيت جوزها. الزوج لما راح كشف واهله خدوه قالوا ان هو ما ينفعش يكون لا طبله ولا طار، خلاص ما ينفعش يكون زوج، ما ينفعش يتجوز، عنده عيب، ربنا خلقه كده. على فكره ملوش ذنب الواد، وخلوك اي حد في مكانه والله يساعده. ابوك ابوه بيضغط عليه، بيضغط، هو مكسوف ملوش، ما يعرفش، فاضطر انه يتجوز وخلاص. طيب يعملوا من الفضيحه بقى. شفت بقى مكر النساء، مكر الستات، من الستات، ان كيدهن عظيم. ام عطيه قالت له لا، وانا ما اسيبش ابني كده، ولا افضح ابني ابدا، ولا اكسر عينه في الشارع، ولا اصحابه يبصوا عليه ويضحكوا عليه ابدا. هتعمل ايه؟ قالت له دعوه انت، ده شغل ستات. نادم لي ومراتات اولادك كله. قال لي عايز الثلاثه؟ ما هم خلف اربعه، ثلاثه متجوزين وابنهم اللي مالوش في الجواز. نزلت الثلاث بنات اللي هم كل واحد من ابنها واخد عروض بنته، يعني متجوز تعالوا اطلع انت بره. هتعمل ايه بس يا ام عطيه؟ مالكش دعوه انت، اطلع سيبني في المصيبه اللي انا فيها. شوف يا ستات ولا انتوا جوز زوجات ولاد، يرضيكم من يتقال كذا وكذا وكذا؟ يرضيكم بكره وبعد ولادكم لما يطلع يقول ده عم وكذا وكذا؟ طب هتعمل ايه يا ام عطيه؟ احنا هنمسكها انتوا الثلاثه وانا معاكم، وانا ما كنتش دعوه الباقي. دخلوا على البنت فيكتوريا، كل واحده مسكت ايد وريك، ودخلت عليها حماتها. طب بعد كده خدوها دخلوها الحمام وغيروا لها هدومها. طب يسكتوش على كده؟ لا، بشنطه هدومك وعلى بيت ابوكي. وطلع العريس طالق، انت سمعتك زفت، انت طلعت مش بنت، انت لو كنت صبره صبرت عليك كتير، ده انت طلعتي مره. فضح البنت في الشارع كله. وروح يكشف يا اخت، احنا ابننا زي الفل، احنا ابننا زي الفل من اول ليل، بس ما لقاكيش. طب البنت تثبت ازاي؟ راح الاب عمل محضر رقم 8338 متوبس. البنت بقى رجعت عند بيت ابوها بفضيحه. الواد في وسط الشارع رمى عليها يمين الطلاق واتهمها في شرفها وعرضها، وهو واثق حاطط رجل على رجل. البنت امها هتشتكي مش بنت، ما بقت بعد ست خلاص. تعمل ايه البنت فيكتوريا بقى؟ تطلع من سطح بيتهم، البنت المجني عليها من صغارها لكبارها، ترمي نفسها من تاني دور تتكسر بس تعيش. بعد كده على الجوه تقطع شريان ايدها وتنتحر. مين السبب؟ ابوها وامها. ابوها وامها هم السبب، قبل الزوج وقبل حماتها. ابوها وامها السبب، ابوها وامها السبب، هم اللي رموها الرميه دي. 13 سنه تعرف يعني جواز، ويوم ما يرموها الواحد ما عندوش ما يعرفش، مريض. ربنا يعافي الناس كلها يا رب.
مرتين، ثلاث مرات، ألقت بنفسها من سطح المنزل، شربت البرشامة بتاعت الغلال دي اللي بيعملوها، وثالث مرة جت على الشرايين دي. ليه؟ حرام عليكم في بنت ما كملش 14 سنة. ده احنا في بنات لغايه دلوقتي بتكمل 35 و38 سنه وما اتجوزوش، ومش عيب، وبيمارسوا حياتهم وعايشين زي الفل. مين قال ان الست لما بتتجوزي ده عيب فيها؟ مين قال ان الست لما تقعد 40 سنه حتى يبقى عيب فيها؟ ده ربنا اللي بيرزق بالزواج، مش شطارتنا ابدا. ده بتبقى بنت اخلاقها ومتدينه وزي الفل وقاعده في بيتها، وواحده تاني سايبه نفسها واخلاقها زفت وربنا بيرزقها. ده اراده ربنا، مش 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 مش, مش الحاكم ربنا. احنا بنتك عندها 13 سنة مستعجل على ايه؟ عايز تخلص من لقمتها؟ عايز تخلص من هدمتها بتلبسها؟ عايز تخلص منها ليه؟ هي تعرف يعني ايه جواز؟ يعني ايه بيت؟ يعني ايه مسؤولية؟ ما تعرفش حاجة خالص. والبنت يا نار هي طلع اصعب تجربة على بنت اللي هي شافتها، رمت نفسها من تاني دور. عايز تخلص من هدمتها ليه؟ هي تعرف يعني ايه جواز؟ يعني ايه بيت؟ يعني ايه مسؤولية؟ ما تعرفش حاجة خالص. والبنت يا نار هي طلع اصعب تجربة على بنت اللي هي شافتها، تلبسها عايز تخلص منها، رمت نفسها من تاني دور. عايز تخلص من هدمتها ليه؟ هي طلعت وانا معاكم وناس عارف يعني جواز، يعني بياخد الطلقه بيت، يعني مسؤوليه، ما تعرفش حاجه خالص. حماتها بصبح، والبنت يا نار طلعت اصعب تجربه على بنت اللي هي شافتها ودخلت عليها تلبسها، عايز تخلص منها، رمت نفسها من تاني دور ليه؟ هي طلعت وانا معاكم عارف يعني جواز، يعني بياخد الطلقه قال بيت، يعني مسؤوليه، ما تعرفش حاجه خالص.